فيصل لوغاني. طبعا هذه مشاركتي الاولى في معرض كويتنا الرياضية، هو المعرض الخاص في طبعا خليجي 23 اللي يقيم في الكويت. يمكن المشاركات مثل ما انتم شايفين، شاركت باربع صور، الصور طبعا مختلفة. الصورة الاولى كانت حق طبعا البريتشي عبد الله، البريتشي لاعب منتخب الكويت، وهذه الفرحة الوحيدة خلينا نقول اللي كانت عكس وجود المصورين يعني في الجانب الآخر، وهي فرحة هدف منتخب الكويت الوحيد في بطولة خليجي 23. طبعا الصورة الثانية منتخب الإمارات والمنتخب السعودي، عمر عبد الرحمن الشهير بعموري، في لقطة أكشن وخلينا نقول امتصاص الكرة من وضع الطيران. الصورة الثالثة بين منتخب العراق والبحرين، طبعا أكشن في الهواء، خلينا نقول ارتقاء من لاعب البحرين ومحاولته لتشتيت الكرة وابعادها عن لاعب الخصم. هذه الصورة يمكن تميزت في المعرض كله، لأن الصورة هذه ما هي من المباريات، احنا تعودنا نصور في المباريات، هذه الصورة ما هي من المباريات، هذه من تمرين منتخب اليمن، ويمكن خذت مني وقت على ما انا قدرت اخذ الحركة هذه، لاعبين بنفس الزاوية بحيث ان واحد يختفي وواحد يكون موجود. انا اعتبرها بالنسبة لي افضل صورة بالنسبة للاربع خارج نطاق المباريات. زين فيصل، شنو الكاميرا اللي تستخدمها والعدسات اللي تستخدمهم؟ طبعا احنا كمصورين رياضيين دائما نختلف عن الرياضات، عن انواع التصوير الاخرى، يعني يمكن عدتنا شوي تكون مكلفه، على اساس ان انا اغطي الحدث الرياضي لازم يكون عندي كذا كاميرا وكذا عدسه، يعني خلينا نقول بالتدرج من خلينا نقول مبدئيا ثلاث كاميرات اربع عدسات، طبعا كل عدسه رينج هيختلف، منبدي من خلينا نقول اصغر شيء اللي هي 24 70 الى 70 200 الى 300 الى 400 ملي. هذه تقريبا بالنسبه احنا لنا كرياضيين هذه اكبر عدسه نقوم نستخدمها. والكاميرا؟ الكاميرات ثلاث كاميرات، احنا نسميه البودي. الكاميرات ثلاث، ليش ثلاث؟ لازم يكون عندك عدسه تغطي فيها او كاميرا تغطي فيها الملعب، وكاميرا عدسه ثانيه على اساس سبحان الله يكون في حدث قريب منك تصوره، وعاده تحط كاميرا ورا الجول تكون مشبوكه مع الكاميرا الاساسيه، بحيث ان انت تاخذ اي لقطه تصير داخل الجول من احتكاك اشتراك داخل الجول تاخذها في نفس الوقت مع الكاميرا الاساسيه. طيب الكاميرات المستخدمه اللي انت تستخدمها شنو هما؟ نوعهم؟ انا استخدم كانون، عدتي كلها كانون، ال1 دي اكس وال5 دي وال7 دي. العدسات من 124 105 الى 400. اذا تصور بس كرة قدم بالرياضة لو تصور جميع انواع؟ لا، احنا يمكن خلينا نقول يعني فريقنا تميز من ان احنا نطلع برا اطار كرة القدم، يعني تقريبا للحين مصور انا تقريبا اكثر من 16 رياضة داخل وخارج الكويت. كلمة أخيرة ودك تقولها؟ والله أنا أتمنى أن يعني يكون في دعم للمصورين خصوصا الرياضيين، ناس تجتهد وتتعب خلينا نقول محليا وخارجيا، وغالبا تكون بدون مقابل في سبيل أن أظهر الأحداث الرياضية بأفضل صورة. دعم من وين؟ عادة الدعم يكون مثلا والله من خلينا نقول جمعية الصحفيين، من وزارة الشباب والرياضة، هذه إذا قلنا جهات يعني حكومية. أما إذا كان خلينا نقول مثلا شركات راعية، شركات الكاميرات نفسها، يعني يكون في رعاية إلى المصورين اللي قاعدين يتعبون يبذلون جهد ووقت في سبيل الحصول على هالتغطية الإعلامية هذه. زين، انت منتسب حق احدى الجمعيات هذه مثلا؟ حاليا طبعا انا اسست صحيفه الكترونيه رياضيه، تقريبا هي الاولى في الكويت اللي تغطي جميع الرياضات، ومعتمده من وزاره الاعلام بشكل رسمي بناء على قانون المرئي والنسبه. شو اسمها الجريده هذه؟ صحيفه سبورت سبيرت رياضيه. مشكور فيصل، الله يعطيك العافيه، شكرا جزيلا. الله يسلمك، مشكور.